بعد السنه راح ينتهي التفويض الممنوح لقوات لحد الان نعم نهايه السنه سينتهي التفويض الممنوح لقوات التحالف للبقاء في العراق. ماذا سيحدث اذا؟ كيف سيكون شكل العلاقه مع الولايات المتحده؟ ما شكل مرعبل مثل ما دخلوا بطريقه مرعبله، هاي نتيجة الرعبلة مالتهم. من قال لهم يطبون بهالفوضوية هذه وبنهاية السنة ينتهي التفويض القانوني؟ ما عسى ما انتهى نهية قلبي، شو نسوي الآن؟ طيب منو هذه الجهات اللي تحركها قوى خارجية؟ السبب السبب بغض ما نعرف منو دكتور محمود، السبب من تحكي على جهة غير نفهم منو. دخل نحكي، أنت تقوديني لو أنا أقودك داخل بدنا نحكي. ما تقودني لأن هذا حوار متكافئ، شلون ديمقراطية هاي؟ بس أسألك منو هاي الجهات؟ حواري مو تقطعي. يلا تفضل. خلينا كمل حكي لا تقطعين. طيب. كلامي. تفضل. هذا السبب في ما جرى، ذبوه صبوه اذا انتم سباع وانتم عرب اصيلين، ذبوه على اللي سببه. مو صفقون للي دمر العراق وشال البنى التحتيه مالته وباق حتى اسره المرضى، وتجي على السياسه اللي جاي من ذاك اليوم لليوم ينزف ويا الشارع ينزف تقول له ليش ما نجحت؟ ما تعاتبون اللي وقع البلد واللي حفرها. بالدبابات والقنابل هذا حاسبه، ليش ما توجهون اللوم عليه؟ توجهون اللوم على محمود وعلى نوري وعلى جلال، شو يسوي لكم دولة؟ توجهون اللوم على محمود وعلى نوري وعلى جلال، شو يسوي لكم دولة؟ شو يسوي لكم؟ احنا جيناها خرابا يبابا. يعني غير قادرين لمدة خمس سنوات؟ غير قادرين لمدة خمس سنوات دكتور محمود؟ للشركات، شركات مالتكم اللي هسه تنتظر بالفنادق سبع نجوم، نقول لهم تعالوا يا رب ساعدونا، هاي فلوس واخذوا اكثر من لازم بس ابنوا، يخافون يجون. ما تقولي ليش نبني دكتور محمود يعني انت رجل عراقي، احس لا تحكي على الفرد العراقي او المواطن العراقي وكانه هو شخص اخر غريب عنك، يعني اذا تقول له انت ليش تحمل المسؤوليه وانت السبب؟ غريب هذا الحديث، يعني حضرتك رئيس. ما بدي احكي على المواطن العراقي. انا عراقيه؟ المواطن العراقي ان مثل ما انا اون، أنا أون ويا الشعب العراقي مثل ما يون، أحكي عليكم أنتم الفضائيات، ما تجون تساعدونا هلكم مكان ما تقولون ليش ما نجحتوا؟ قولوا لها الأمريكا ليش حطمت العراق بأجندة إسرائيلية؟ إذا أنتم زلم وعندكم قادة وعندكم شعوب حية، يلا حاسب المسبب. أعتقد أنتم من مناطقكم أيضا تتحملون المسؤولية. طبعاً الفرد العراقي اللي عايش بغداد وقاعد مثل حضرتك هناك بالإذاعة. طبعا الفرد العراقي هذا ما حسبي، بس الفرد العراقي على كل حال، على كل حال نشكر وجودك دكتور محمود. على كل حال انت، على كل حال انتهى وقت البرنامج، ونشكر وجود دكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان رئيس مجلس النواب العراقي. نشكر وجود دكتور محمود المشهداني رئيس البرلمان رئيس مجلس النواب العراقي.